مرحبا بكم من جديد على أمواج الإذاعة الوطنية وبرنامجكم اللقاء المفتوح وفقرة صحتي في ماكلتي. ضيفتنا أسماء زريول المختصة في التغذية والحمية. أسماء زريول صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الحمد لله. إذا غنرجعوا هذا الأسبوع للحديث عن السكر، ولكن من ناحية أخرى، لأنه حقيقة جات بعض التساؤلات. طلبتي منا أسماء أننا نتخلاو على السكر وأننا ما نبقاوش نستهلكوه بشكل كبير، وتكلمتي لنا على مجموعة من الأضرار اللي كيسببها استهلاك السكر بإفراط. فبدائل السكر سواء للناس اللي مرضى أو لا للناس اللي الحمد لله أصحاء، ماذا ستكون؟ نعم، فبدائل السكر الآن يعني منذ زمن، يمكن حتى من السبعينات ظهرت مجموعة من بدائل السكر اللي هي معروفة، ويعني بزاف ديال الناس كيستعملوها. فكاين داك السكارين، كاين داك الاسبارتام، كاين سوربيتول، وهادو هما هاد الثلاثة هما الأشهر. فكنلقاوهم في جميع الأغذية ولا المشروبات اللي هي لايت ولا نقص من السعرات الحراريه ولا بدون سكر. يعني كنلقاهم في المشروبات الغازيه بالدرجه الاولى، كنلقاهم في الياغورت، كنلقاهم كيتباعوا على شكل دي كومبريمي، يعني على شكل كينات كبسولات. نعم كبسولات. وكنلقاهم مثلا مشيتي للقهوه كتقدر تلقاه كيعطيه لك موجود. نعم موجود، ولكن عاده كيستعملوه غير المرضى السكري، هادشي اللي كنلاحظو. نعم، كانوا يعني في البداية كان مرضى السكري هما اللي كيستعملوه، يعني باش يديروا في قهوة، في أتاي، في حليب وهذا. ولكن من بعد مني ولا من درات هاد الموجة ديال المشروبات ولا الأغذية اللي هي خفيفة من السعرات الحرارية، ولاو كيستعملوها فيه، ولاو الناس اللي عندهم اللي مرضي بالسكر كياخذوه، والناس اللي يعني أصحاء فقط بغينا نقصوا الوزن ديالهم ولا يحافظوا عليه، ولو كياخذوا هاد المشروبات. مثلا هو انسان بغى ينقص من الوزن وهو مدمن ولا كيبغي يشرب مشروبات غازيه، والمشروبات الغازيه العاديه تزيد في الوزن، كيمشي كياخذ هذيك اللي فيها الاسبارتام. فاللي وقع هو ان هاد الاسبارتام وهاد السوربيتول وهاد السكارين هي في الاصل عندي ليها واحد اللغط كبير. يعني ماشي واحد المواد اللي هي يعني امنه ولا مزيانه 100% حتى هي. نعم حتى هي للاسف، ولكن انا نبشركم بخير، دابا حنايا كنمهدو ما نخلعوش الناس. فالاسبارتام مثلا مسؤول ملي كتقلبي وكتقلبي على يعني في المراجع، كتلقاي انه مسؤول على مجموعه من الاعراض بحال الصفيقه، بحال الدياغي، بحال الضبابه في العينين، بحال يعني واحد الاعراض اللي الانسان ما يمكنش يتصور ان هذاك يربط بين الاستهلاك ديالو ديال داك الاسبارتام وبين هاد الاعراض، بين هاد الاعراض هذه حتى لو كانت كميه قليله. نعم، فدابا هنا فاش عاوتاني المشكل، يعني الاصل هو انه دائما اي ماده، خصوصا هاد الاسبارتام سكرين وسوربيتول، المواد اللي هي صناعيه مركبه، عندها واحد الكميه اللي ما غاديش نتجاوزوها. نعم، ولكن الان ملي حنا كنلقاو الاسبارتام والسكرين كنلقاوها بواحد الشكل كبير في جميع الاغذيه اللي هي لايت، يعني مشروبات غازيه، ياغورتات. وانت كتعرفي مثلا انسان اللي كان مصاب بالسكري ولا طفل مصاب بالسكري شنو تيوقع، كيولي يشريو ليه جميع هاد المواد اللي هي لايت. نعم. او لا فيها هاد بدائل السكر هادي، فكيولي يعني غيستهلك، يعني حتى ما غادي يفوت هذيك الكميه ديال اللي هي مسموح بها. فكاينين بعض الاطفال ولا بعض حتى الناس المبالغين كياخذوا المشروبات الغازيه، كاين اللي كيمشي حتى لترو في النهار. نعم. وتكثر. نعم. ها هو خدا من ايترو مثلا كميه مهمه من الاسبارتام في ترو ديال المشروبات الغازيه، الى خدا ياخذ ولا جوج عاوتاني، ها هو زادت كميه اخرى، الى شرب اتاي ودار عاوتاني حبه وجوج ولا ثلاثه، ها هو عاوتاني زاد كميه اخرى. فمن الصعب ان يعني نحدد ولا نكونترولي هاد الكميه اليوميه اللي الانسان غادي يتناولها من هاد المواد هادي. يعني دارت عليها يعني بزاف ديال دارت عليها ابحاث كتمشي، ابحاث متضاربه، يعني ابحاث كتمشي انها مضره، وابحاث اللي كتتاكد انها يعني مضره لدرجه ان
فواحد الوقت يعني في كنظن في السبعينات ولا في الثمانينات كانت تمنعات مثلا الاسطحه دائما كنبقاو حايرين يعني فين الحقيقه فين غادي نلقاو الاشياء المفيده او يعني غير المفيده للاسف. نعم دائما غير بالمنطق هاد الاسطحه والسوربيتول وهاد بدائل السكر هادو مواد مصنعه اللي اصلا من التكتشفات كانوا كيقلبوا يصنعوا شي حاجه اخرى شي ادويه اخرى ولا مواد اخرى ولقاو وطاحوا في هاد الماده حلوه ولاو كيستعملوها كبديل للسكر. ولكن الان يعني البشره اللي كاينه هو ان الان يعني هاد السنوات الاخيره تم الترخيص لواحد الماده اخرى اللي هي لاستيفيا وهاد الماده هذه ماده اللي هي طبيعيه يعني كانوا كيستعملوها من 30 عام في الدول الاسيويه بكل امان ما عندهاش اعراض جانبيه ما عندها حتى شي مشكل بعكس هي واحد النبته اللي حلوه بزاف يعني حلوه المذاق ديالها حلو بشكل اللي هو طبيعي بفضل واحد المركبات كيميائيه والجميل انها يعني يمكن لينا نستعملوها بامان وحتى بكميات اللي هي كبيره بدون اي مشكل. يعني هاد لاستيفيا الان واحد الماده اللي هي غادي تخلق واحد الثوره في هاد العالم ديال بدائل السكر. جميل إذا هاد لاستيزيا هادي غتكون هي محور حديثنا يوم غد بإذن الله أسماء زريول نفصلوا فيها أكثر وأكثر ونتوسعوا في الحديث على هاد المادة لمن تصلح لمن لا تصلح وفوائدها وبعض الجوانب السلبية أيضا لها. شكرا جزيلا أسماء زريول الأخصائية في التغذية والحمية إلى يوم غد.